يأمل سكان الجانب الأيمن من الموصل القديمة الذي دمرته العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش العودة إلى حياتهم الطبيعية بتعويضهم عن خسائرهم الكبيرة من أجل إعادة بناء منازلهم، لكن آمالهم يقول السكان إنها بعيدة المنال. والله كلها تعبانة، بيوتهم راحت، احنا بيوتنا راحت، اغراضنا راحت، انا عندي مخزن جوا داخل البيت ما طلعنا منه ربع الهاي، ما طلعنا كلنا الشعب مدفون تحت الانقاض. التعويضات هون عندنا من المنطقه ما حد عوض لنا، بس طلعوا خملوا ها ولحد هناك كل شيء ماكو. السلطات الحكومية تمنع من يرغبون بإعمار منازلهم بذريعة الألغام والأنقاض التي لم تحرك ساكناً لإزالتها منذ سنوات. احنا قبل فترة جهزنا نبني، ما خلونا نبني، يا ليش نشيل الأنقاض؟ لا ألغام، ما ألغام، ننظف الأنقاض، أسعد يعمل الكورنيش وما فشنا، واحنا قاعدين بإيجارات، واحنا بيوتنا هوني رايحة، وقاعدين البيوت مالنا كلها عايفيها. عايفين هون بالخراب، وهذا ما يقبل الحكومة تدعمنا. احنا تعويضات مالنا ما استلمنا كل شيء، مسجلين من 2018 ولسه ماكو، كل ما اريد نبني الحكومة ما تقبل، يا بدي يشيل الانقاض، بدي يشيل الالغام، ايش خصال له؟ ايش خصالنا متحررين احنا؟ لسه هاي المنطقة القديمة متروكة، ما حد يجينا. ويرى سكان الجانب الايمن للموصل ان السلطات الحكومية تتعمد عرقلة وتعطيل عودتهم الى منطقتهم لاسباب يجهلونها. يعني محافظة واحد يريد يفتح المسرح، يفتح حمام علي، يعمل حمامات المعدنية، يعمل أرصفة، يعمل جسات وسطية، يعمل شوارع، يعمل تبليط، يعمل بنايات، يعمل مجسرات، وبيوتنا ما يعملها، ايش السافرية ايش ما. ويرجعون شطون التأخر بإعمار المنطقة إلى الصراع السياسي بين القوى النافذة في نينوى واحتدام الصراع بين بعض الميليشيات التي دخلت على خط العمل التجاري والاقتصادي في الموصل.